دي اسمها برش او فرشة. الفرشة ليها كذا حجم كذا شكل، تمام؟ البرش تقدر ترسم اوبجكت دروينج، تمام؟ يعني نعمل شيب كده مثلا، يعمله لنا اوبجكت او جروب زي ما كنا بنقول. هندوس كنترول و ايه وهنديليت. البرش ليها كذا مود. لو احنا اخترنا المود اللي هو بتاع انسايد، تمام، هيدينا اوبشن كويس قوي ان احنا لو عملنا مثلا رسمه، دي دايره لونها اخضر، تمام، ملهاش ستروك، وهناخد البراش تول ونغير اللون عشان نعرف احنا يعني يبانوا الاثنين من بعض. ناخد مثلا اللون الازرق ده، تمام. برنت انسايد يعني لما اعمل اول كليك ده الانسايد بتاعي، يعني انا هعمل كده، تمام، ده الانسايد، وابتدي اخرج بره وارجع تاني جوه وهعمل ريليس. اوكي، لان ما كنتش دايس برنت انسايد. طيب ده النورمال، ده العادي. طب نجرب برنت انسايد، تمام. اوكي، من جوه لبره. اول نقطه انا عملت فيها دراج كانت فين؟ كانت بره، تمام. بيجي على الجزء الاخضر وما يرسموش خالص. طيب هعمل كنترول و ايه وهعمل ديليت، وهاخد دايره ثانيه اغير لونها، تمام، وهاخد البراش تول واختار المود بتاع انسايد، تمام، واغير اللون للازرق ده مثلا. ونبص هو هيعمل ايه. احنا انسايد الدايره، يعني اول كليك احنا هنعمله هيبقى جوه الدايره، تمام. اوكي، ما خدش حاجه غير جوه الدايره. طيب اللي بعده ده اسمه بين سيلكشن، تمام. احنا عندنا ما فيش حاجه هنا عندنا معمول لها سيلكشن. هناخد السيلكشن تول، هنسلكت الجزء ده، تمام، وهنبتدي نشتغل عليه. هناخد البراش تول، تمام، وهمشي كده وهرجع تاني وهعمل ريليز. هو ما خدش غير الشغل اللي هو لمسه اللي معمول له سيلكتد، تمام، اللي احنا لسه عاملين له سيلكتد دلوقتي، تمام، ما اشتغلش في حته تانيه. اوكي، هعمل ريليز. اوكي، طيب نشوف مود تاني. بنت بيوند. بنت بيوند يعني لو ده الاوبجكت اللي عندنا او السيمبل اللي عندنا او وات ايفر اللي على الكانفاس، وانا عملت كده هيبقى وراه، تمام. في الاوبشن اللي بعده بنت فيل. طيب احنا ما عندناش هنا حاجه فيها فيل وستروك، تمام. هناخد مثلا البوليجن تول ده، تمام، وهنكليك عليه وهنعمل كنترول و ايه وديليت، وهغير الشيء اللون لحاجة مميزة، تمام. وهندراج للنص بتاع الكانفاس عشان نشوف احنا بنعمل ايه. احنا قلنا ان احنا نشتغل في انهي مود اللي هو بنت فيل، تمام. هو لون البراش كده هيبقى ازرق، هناخد لون تاني مثلا التركواز ده، تمام، وهشتغل هنا، تمام، وهعمل ريليز. اوكي، خد الكانفاس وخد الفيل بس ما خدش الاستروك. طيب نجرب المود اللي بعده اللي هو نورمال، تمام، بيشتغل على الفيل وبيشتغل على الستروك كأنه فرشة عادية وانت بتدهن من غير ما تاخد بالك من اي حاجة، تمام. اوكي،
برضو زي ما كنا بنقول كل مرة، خلص التمرين، خلص الفيديو تمام، واعمله بإيدك لحد ما تبقى عارف تقول بتشتغل ازاي. لازم تشتغل بإيدك.